خلينا نكمل مع اخبارنا مع النادي الاهلي، وبرضه هنتابع محاضراتكم اول باول اللي بيحصل في المنتخب وفي المباراه طبعا. خليني اقول لحضراتكم ان بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللعيبه قبل انطلاق تمرين الفريق النهارده الصبح على ملعب التاتش بالجزيره، وكانت يعني بيتكلموا على بعض الامور الفنيه الخاصه بالمرحله اللي جايه اللي هتشهد استكمال منافسات دور المجموعات وكمان المنافسات المحليه. طبعا بعثه الاهلي هتسافر للسودان الساعة 4 العصر يوم الأربعاء إن شاء الله استعدادا لمواجهة المريخ السوداني. زي ما بنقول هي دي أول مباراة، مباراة المريخ أول مباراة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية اللي هي يوم 3 أبريل يوم الأربعاء، في شهر مليان مباريات للنادي الأهلي، 8 مباريات على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري، علشان كده الفترة دي صعبة جدا. بس ما فيش حاجة يعني صعبة على النادي الأهلي، لكن صعبة من ناحية أن أنت بتكون كجهاز فني كمدير فني محتاج كل لاعب موجود، لأنه ضغط المباريات ده أنت بتضطر أنك تريح بعض العناصر، بتضطر أن أنت تعمل روتيشن، بتضطر أن أنت تبقى دايما محتاج كل لاعب عندك، مش بس يعني مش بس خايف من إصابات كورونا، لا الإصابات التانية ربنا يعني يعفو عن الجميع وإن شاء الله كل اللعيبة المصابة ترجع بسلامة.